سلام القدس لكم وعليكم احبائي واعزائي في هذه الحلقه الجديده من منتدى سيف القدس في هذه الحلقه العناوين المقترحه للنقاش تتناول ثلاثه ظواهر تريد ان تقول لنا شيئا مهما وهو ان العالم والمنطقه والاقليم الاصغر في المنطقه يعني بلاد المشرق على موعد مع تسارع في تطور الاحداث وفي ترجمه انتقال زمام المبادره إلى يد المحور المواجه للهيمنة الأمريكية والعدوانية الصهيونية. هذه المؤشرات التي سأتوقف أمامها طبعاً نحن من مدي غير قصيرة ونحن نتابع يعني خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا اللي هي لا معنى لها ولا سياق لفهمها خارج إطار أنها أول مبادرة نوعية لقوى مواجهة الهيمنة الأمريكية على العالم من أجل نحو فرض الإرادة. والدخول في عملية رسم عملية واقعية بالميدان للمعادلات الجديدة ولقواعد العلاقات الدولية في مفهوم نظام عالمي جديد أي أنها انتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وطبعا بالأمس اللي سمع الكلام الصيني على موضوع تايوان مواكبة واضحة برسم الخطوط الحمر ووضع المعادلات التي لا يمكن القبول بأي محاولة لتخطيها كلام واضح قاطع تايوان جزء من الصين ووحدة تايوان مع أمها الصين أمر يقرره الصينيون وأي محاولة للدخول على هذا الخط هي اعتداء على السيادة الصينية سيتم التعامل معها على هذا الأساس هذا موقف كبير ومهم يلاقي وأعتقد أنه يعد لشيء خاصة أن وضع الصين قانونيا أقوى بكثير من وضع روسيا بمعركتها مع أوكرانيا لأن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة مستقلة لتايوان وتعتبرها جزءا من الصين وهناك صين واحده في القانون الدولي هي الصين الشعبيه، لذلك حجم الجساره والشجاعه والاعداد الذي استدعته معركه بوتين يحتاج اقل منه بكثير في الحركه الصينيه المرتقبه او المنتظره. بكل الاحوال حتى ما نستهلك يعني بعد جانبي في النقاش ممكن يعني بالحوارات نتناوله راح اخذ الثلاث ظواهر التي ارغب في الاضاءه عليها. الظاهرة الأولى اللي بدأ الغرب الآن يتحدث عنها من زيلنسكي إلى جونسون إلى آخرين إلى ستولينبيرغ يعني حلف الناتو وهي ظاهرة استعداد بيلاروسيا لتصدر المواجهة في المرحلة القادمة في مواجهات البلقان ومواجهات منطقة البلطيق طبعا الكلام الآن عن تحمية الجبهة الاوكرانيه البيلاروسيه صار خلص تحصيل حاصل، الاوكرانيين عم يحكوا بيتهموا بيلاروسيا وبيلاروسيا عم تقول انه عم تتهم اوكرانيا وبالتالي واضح ان التحميه والتسخين على قدم وساق. الكلام اللي قاله الرئيس بوتين عن تزويد بيلاروسيا بصواريخ من العيار الثقيل القادره على حمل رؤوس نوويه وتعليق ماتوا عليه بانه تحول خطير في توازنات المنطقه مؤشر اضافي. الموقع الخاص لليتوانيا ومعركة كالينغراد اللي فتحتها ليتوانيا أملا بتظهير إعلامي يعني لتفوق أو يعني تسجيل نقطة على روسيا في سياق مثل قصة فنلندا والسويد واضح أنها بالنسبة لروسيا لن تمر هيك وأن الاستعداد الروسي للتعامل معها يأخذ بعين الاعتبار حساسية الموقف أنه روسيا لا تريد أن تعطي ذريعة لمن يرغبون بزج الناتو في مواجهة شامل مباشرة لكنها لن تترك كالينغراد دون حل ويبدو أنها مع بيلاروسيا قد ابتكرت إطارا يضع الناتو في موقع صعب لأنه إذا روسيا هي التي دخلت على خط فتح الطريق إلى كالينغراد عبر ليتوانيا فهذا سيكون تحت بالناتو لأنه ليتوانيا عضو بالناتو بينما إذا قامت بيلاروسيا بالمهمة وعبر خط سلوكي أي الحدود الليتوانية البولندية واللي هي 160 كيلومتر طولية لخط سكة حديد يعني بده على أطرافه 10 كيلو ب 10 كيلو عملية قيصرية سريعة يمكن لبيلاروسيا أن تنفذها أو أن تلوح بالاستعداد لتنفيذها حتى تبدأ عملية التفاوض لحل سياسي يلبي لروسيا مطالبها دفع بيلاروسيا الى الواجهه بالتنسيق والتوافق بينها وبين روسيا واضح انه هذا التكامل على اعلى الدرجات والمستويات من التنسيق هذا التصدر من قبل بيلاروسيا خلط الاوراق بالبلطيق لانه اذا بيلاروسيا اللي قامت بالعمليه ناتو يعتبر بيلاروسيا طرفا يعني هذا بالنسبه للناتو عم بنزل من لروسيا ستكون هي في حاله دفاع عن بيلاروسيا يعني راح يكونوا هني اشتبكوا مع بيلاروسيا وروسيا تدخل من موقع الالتزام بالحلف الاستراتيجي بينها وبين بيلاروسيا كيف وأن أعلن بوتين أن بيلاروسيا ستكون مزودة بصواريخ قابلة وقادرة على حمل رؤوس نووية أنا استنتاجي أن التراجع سيكون هو الوجهة اليوم يعني بعد ما قررنا العنوان بيطلع في خبر من روسيا بعض المصادر الاعلاميه القريبه من الخارجيه ومن الكرملين بدون تسميات تتحدث عن تفاؤل بحل سياسي لموضوع كالينغراد فهذا يؤشر الى ان هناك بدايه اتصالات بدات طبعا لتنفيس الاحتقان ولتجاوز حلقه التصعيد لانه اذا دخلت بيلاروسيا على الخط كل معادله البلطيق بتتغير لانه بيلاروسيا راح يعني مثل روسيا تدير وجهها شرقا وبيلاروسيا تدير وجهها غربا وظهر حامي بعض وبالتالي تقاسم ادوار قادر على اداره الساحات المختلفه وطبعا كلنا سمعنا الرئيس بوتين في تعليقه على موضوع ضم فنلندا والسويد من اللي كان محاوله للقول بيسالوا احد الصحفيين بيقول له انه انتم عملتوا المعركه مع اوكرانيا تحت شعار انه محاوله ضم اوكرانيا الى الناتو تحدي لروسيا طيب هياكم يعني شو استفدتوا بدل دولي دولتين اللي اضافوهم فطبعا بجاوب الرئيس بوتين بيقول له اصلا هن ضموا فنلندا والسويد مشان تسال هالسؤال اوكرانيا بالنسبه لنا شيء مختلف اوكرانيا كيان معد ومهيأ ومعقدا ومنظم ليكون كيان حربي نازي في مواجهه روسيا، فنلندا والسويد مبسوطين يروحوا على الناتو يروحوا على الناتو، والناتو مبسوط يضمهم يضمهم، يعني هذا امر لا يقدم ولا يؤخر كثيرا في مفهوم الامن القومي لروسيا. لكن اوكرانيا شيء مختلف. واحد من مشاكل أوكرانيا من علامات الذهاب للتصعيد في أوكرانيا والاستخدامها هو الانضمام للناتو لكن الإشارات الأهم إلى علاقة بكل موقع أوكرانيا الجيوسياسي عدد سكانها مواردها الاقتصادية موقعها على البحر الأسود التاريخ التنافسي مع روسيا النعرة العنصرية تجاه الروس القومية النازية الصاعدة في أوكرانيا هي العناصر التي شخصت أوكرانيا عدو محتمل قادم يعني هو عنوان الاشتباك الذي يمكن ان يفتح مع روسيا بامكانيات غير عاديه ولا يجوز الاستهتار بها، يعني اللي بياخذ المقارنه بين المانيا النازيه وبين اوكرانيا ما لازم يستغرب اذا الاستثمار على اوكرانيا لتكون يعني في دور مشابه للذي لعبته المانيا في الحرب العالميه الثانيه في الذهاب لاستهداف الاتحاد السوفيتي، والمانيا قديش عملت في ارباك واشغال الاتحاد السوفيتي بكامل قوته وعظمه امكاناته ومدى الجغرافي حتى كاد يعني الهجوم الالماني يهدد موسكو مش بس ستالينغراد وبالتالي ان تاخذ روسيا بعين الاعتبار هذه الخصوصيه الاوكرانيه وتميزها عن سائر الحركات ذات الطابع السياسي او الاستعراضي او الاعلامي وان تخوض حربها الفعليه حيث يجب ان تخاض عسكريا بين التزامن يعني في شيء اسمه السرعه وفي شيء اسمه التسارع الآن تسارع تساقط المدن الأوكرانية هو علامة أنه أنت من كان اللي كان بده شهور صار بده أسابيع واللي كان بده أسابيع صار بده أيام واللي كان بده أيام صار عم يحسن بساعات يعني الاهتراء والتآكل في البنية الأوكرانية البنية الاقتصادية الاجتماعية الشعبية واستطرادا العسكرية أي البشرية العسكرية ما بعتقد بعد خافية على حدا حتى الناتو عم يتحدث عن صعوبه صمود اوكرانيا عن شهرين بعد منهم بصير في استحاله في الحديث عن الرهان على قدره الجيش الاوكراني على الصمود والبقاء في الميدان بوريس جونسون بلش يتحدث عن خطر فرض شروط مذله ومهينه على اوكرانيا في اي تسويه الامريكيين ما بيمروا يوم الا وبيحكوا نحن لسنا عقبه أمام أن تذهب أوكرانيا إلى المفاوضات والتسوية وهذا أمر متروك لها طبعا لما كانت أوكرانيا جاهزة لتروح على المفاوضات بحسابات أوكرانية لقراءة موازين القوى في الأيام الأولى للحرب هم الذين أمسكوا بها ومنعوها الآن لأن الأمور ذهبت إلى مكان آخر وبات يعني الضمور والتآكل والاهتراء هو الذي سيحكم مسا... خلاص فقدت الحرب وظيفتها في القدرة على الامساك بالعصب الروسي الى ان تكون العقوبات قد ادت مفاعيلها فشلت امريكا في الامرين فبتترك اوكرانيا للانهيار او بتقول روحي وقدمي ما ترينه مناسبا على عاتقك على مسؤوليتك لست انا من دفعك للتفاوض وعم يحكوا على كل حال هلا بيقولوا الصواريخ والشبكات التي يراد ايصالها الى اوكرانيا قد تحتاج اشهر مش اسابيع يعني نوعيه الاسلحه كميه الاسلحه التي يقدمها الغرب طبعا الأوكرانيين عم يحكوا عنها أنه بالكم وبالنوع هي دون مستوى القدرة على مشاغلة فرقة من الفرق الروسية فكيف على مستوى كل القدرة العسكرية الروسية الموجودة الآن على المساحة الأوكرانية بجبهة الدومباس المدن الكبرى تسقط خلال أسبوع تباعا هذا أمر يؤشر إلى اهتراء العضل العسكري البشري الذي يراهن عليه أن يشكل حاجز الصد الأساسي بوجه روسيا لكن الأهم انه هاي وظيفه الصمود الاوكراني اللي كانت مطلوبه كانت مطلوبه بانتظار مش ان تحقق انتصارا عسكريا ولا ان يتمكن الغرب من تزويدها بقوه تسليحيه تسمح لها بان تهزم الجيش الروسي على الاطلاق ما في غبي بيكون عنده هذا الانطباع او هذا الاستنتاج، كان المطلوب صمود ايام واسابيع خلالها الرهان على الانهيار الداخلي في روسيا، الانهيار الذي سترتبه حزمه العقوبات بالافلاسات والانهيارات النفسية والتهافت على سحب الودائع وانهيار سعر صرف العملة خلاص هذا موضوع ما عاد الآن في التداول لأن روسيا احتوت وامتصت واستوعبت مش الصدمة الأولى كل حزمة العقوبات وانتقلت إلى المبادرة معادلة الغاز مقابل الروبل تؤتي أكلها سواء في بعد الأوروبي أو في بعدها في تحسين سعر صرف الروبل اللي بشكل هو مفتاح فهم كل الوضع الاقتصادي والمالي لروسيا المستهدف في هذه الحرب والذي أصبح في حالة تعافي وخارج نطاق إمكانية وخطر أن تصيب يعني العقوبات وسواها بأذى يؤدي إلى يعني نجاح الرهان الأمريكي أو الغربي على التدهور والتفكك في الوضعية الروسية الاجتماعية العكس هو الذي يحدث والآن اللي بيتابع كل وسائل الإعلام الغربية مليئه اليوم وزير الاقتصاد الالماني عم يحكي عن انه ما بنعرف ايمتى روسيا بتوقف كل الغاز وبالتالي عمليه التخزين ستصبح نوع من اضغاث الاحلام وعلينا ان نستعد لمواجهه الشتاء البارد وان نبدا بالتقنين وبعض المعامل تسكر وبعض المعامل تتناوب على استخدام الطاقه ونرجع على الفحم الحجري والى اخره والغاز الامريكي المسيل اللي ما عم بيشكل اكثر من 20% طلع خبر بيقول 50% رجعوا طلعوا صححوا انه من وين لوين ال 50%؟ كيف ب... يعني كيف بده يقدر ينقل بالبحر اصلا كميه تعادل 50% من التي تزود بها روسيا اوروبا؟ يعني عم نحكي عن 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 يعني مليارات بحدود بعتقد ال 60 ل 70 مليار متر مكعب وفوق منها الرهانات على البدائل كلها هي رهانات مغلقه يعني الشرق المتوسط ما في أمن اكثر من عشرة بالمئة إذا استعانوا بالنفط والغاز بالغاز اللبناني مش بس بالغاز المتوقع من بحر عكا الذهاب إلى إيران جزء من خلفيته وقالوا الأوروبيين علناً إنه الوساطة الأوروبية نابعة من الحاجة الأوروبية لعودة إيران إلى سوق الغاز وفي كلام سربته بعض المصادر عن تفاهم أوروبي قطري إنه الغاز الإيراني يحتاج إلى تجهيزات من نوع معين على الموانئ ليتمكنوا من عمليه الضغط للتعبئه في السفن والنقل ومن ثم اعاده التسييل قطر مجهزه فانه ممكن ان يعني تكون قطر شريكا في هذه العمليه من الزاويه التقنيه وبالتالي هذا احد الاسباب التي يجري تقديمها لدور قطر والبعض يقدم دورا اخر انه الامريكي كي لا يتحمل لانه هلا بنجي لايران كي لا يتحمل عبء المسؤولية المعنوية أمام الرأي العام الأمريكي عن الضمانات التي تطلبها إيران أنه لك كل النقاش عن جد بضحك مرات لما بتقراب صحافة مرموقة في أمريكا أنه, إنه لا يستطيع الرئيس بايدن أن يقدم ضمانات لا يلغي رئيس لاحق الاتفاق كأنه الضمانات اللي طالبتها ايران هي ضمانات دستوريه نروح عدلوا بالدستور او اعمله ضمانات هي ببساطه حط فلوس بكفاله مصرفيه موجوده لدى طرف ثالث تقبل به ايران بحال سحبت بصير هذا المال مستحق لايران هاي الضمانات شو هي الضمانات ضمانات انه ايران بالاتفاق بين آل اذا سحبت امريكا على وجه التحديد او اي طرف من الاطراف الموقعه الاخرى كل العقود اللي عملتها إيران قبل موعد الانسحاب تبقى سارية حتى نهايتها المرة الماضية عطوها ثلاثة أشهر وستة أشهر للشركات اللي متعاقدة مع إيران لتصفي أعمالها اثنين كل الأموال المستحقة لإيران تدفع فورا ثلاثة وهذا هو اللي الآن عم تحكي عنه إيران الضمانة هي ضمانة مالية يمكن الأمريكي يحملها لقطر بكرة يقول أنه في كفاله قطريه بانه القطري بيقول انا يعني حرصا على السلام العالمي والامن الاقليمي هاي 100 مليار دولار قطر راح تحطها ضمانة من أجل يعني تنفيذ الاتفاق وعدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق تسهيلا للتوصل إلى تفاهم وهذا ممكن يكون مخرج مناسب للأمريكيين وإيران بالآخر بهمها يكون ضمانة قائمة لأن مصلحة إيران بألا تقوم ب طمأنت الامريكي بالتراجع عن اللحظه التي هي فيها الان على المستوى النووي، اللي هي العصا التي تلاحق الامريكيين، وبالمقابل تعود لتبدا من الصفر في المرحله اللاحقه اذا ما خرجت امريكا مره اخرى من الاتفاق، ضمانات هي هنا، هلا فتنه وفتنه على الموضوع الايراني. كل يعني الحركه الاوروبيه والقطريه باتجاه ايران هي مش باتجاه امريكا راحت، هي اجت باتجاه ايران. لتكون موضوع موافقة في الذهاب إلى المفاوض كان الرهان أن إيران أمام الإغراءات الأوروبية بعقود جاهزة على الطاولة لشراء الغاز والنفط وبأسعار السوق وليس بأسعار ميسرة أنه هذا أنه لما بتقول له في 100 مليار دولار لن تعاقد عليها على مدى السنة القادمة من أجل النفط والغاز هذا لازم يكون ومندفع ندفع دفعة 50% على الفتوح ومنسكر كل الاموال المستحقه لايران انه هذا سبب كافي لتروح ايران بلغه متساهله وذهب الاوروبيون الى الامريكيين بانه الجو منيح يعني انه في تلقف ايراني لمعرضته المعرضة الوفد الاوروبي طبعا ايران ذهبت بشروطها وهي تدرك ان الجوله الاولى وانا عم بحكي عن شيء يعني تحققته منه انه كانوا عارفين سلفا انه اذا راحوا بشروطهم لا فائده من الجوله الاولى ستنتهي وبالتالي على الامريكي والاوروبي ان يقرر هي نهايه المفاوضات ام العوده مره اخرى الى التفاوض قناعتهم انه لا سيعودون مره اخرى الى التفاوض لانه ما عندهم بديل عن التفاوض لانه البدائل الاخرى مستهلكه ومستنفده انه شو اللي جابهم هذه المره الى التفاوض ثلاث عناصر القلق الامريكي والحاجة الأوروبية وأن الوقت لا يعمل لصالحهم. طيب القلق الأمريكي من شو؟ من كل الموازين المحيطة بإيران، سواء تحالفها مع الصين وروسيا، سواء مكانتها في المنطقة، سواء حلفائها في قوى المقاومة، كلها هي عناصر للقلق. لكن وبصورة أهم حجم التقدم اللي بلغته بالملف النووي. واللي هن الامريكان عم بيقولوا مساله 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 اسابيع وايران اهم تحول عملته بعهد الرئيس ابراهيم رئيسي لهذه الخلل اللي كان وقعت فيه حكومه الرئيس روحاني انه لما فاتت المره الماضيه ولما فاتت هذه المره على التفاوض حكومه الرئيس روحاني شو عملت؟ اعطت ضمان بوقف اي عمليه تخصيب طيله فتره المفاوضات، صار الامريكي قاعد ما جريب المفاوضات. صارت المفاوضات هي افضل طريقه لمنع ايران من المضي في التخصيب انك مغط بالمفاوضات اذا مش قادر توصل الى التسليم بالمطالب والوصول الى اتفاق هذه المره اشترطت ايران بانها مستعده للذهاب الى التفاوض لكن بشرط بان عمليه التخصيب ستستمر ما استمرت العقوبات ولا تتوقف الا عندما تتوقف العقوبات وترفع وبهذه المعادله صار الوقت وهذا هو العامل الحاسم اللي كنا عم نشير له يلعب لصالح ايران شو بيدا امريكا بالوقت انه عم تحضر الاساطيل ولا عم تحضر الاله الحربيه الناتو العربي يعني بعد ما يعني عملوا منه هذه الفقاعة الإعلامية والسياسية بدأوا ينسحبون يتبرؤون طلعوا أنتم الكلام اللي صادر عن كل الحكومات التي جرى ذكرها نبلش بالعراق مصطفى الكاظمي مرتين بعيد على خلال زيارته لإيران أنه هو لم يسمع بهذا الكلام وليس واردا بالنسبة للعراق الذي جرم التطبيع مع إسرائيل أن يكون جزءا من أي حلف عسكري تكون إسرائيل جزء منه وأن ثابت الأصلي بالنسبة للعراق بأنه لا يمكن أن يكون موقعا يستخدم لأي أذى يلحق بإيران طيب نجي الأردن اللي حكي عن الناتو الملك الاردني اللي حكي عن الناتو، وزير خارجيه الاردن وبيطلع على الجزيره بيقول نحن ما معنا خبر بهذا الموضوع، نحن مش طرف، نحن مش مستعدين، نحن مش جاهزين، آه اسرائيل المشكله معها اذا ما انحلت القضيه الفلسطينيه رجع عم يعطينا دروس لنا بانه اذا ما انحلت القضيه الفلسطينيه ما في حكي بيننا وبين اسرائيل والامور ذاهبه الى مزيد من التفجير والى مزيد من التصعيد، الامارات كذلك ما بقي حدا الا ونفض ايده من هذا شو بقي طبعا انه هاي الدول تدور في الفلك الامريكي اكيد وانه الامريكي قادر ينصب عند رادارات قد ما بده بس بده كمان اكيد وقادر يربط شبكه الرادارات لتلحظ له اي صاروخ ايراني رايح باتجاه فلسطين المحتله طيب بالاقمار الصناعيه ما هو قادر يشوف هالشيء يعني انه انه بيعطيه فائده تكتيكيه معينه ما بعرف هذا الموضوع قديش دقته لكن على كل حال لانه الامريكان ما عندهم نظام شبيه بالنظام الموجود عند الروس بالاس 400 لشبكات الرادار تتحول الى منظومه مشكله الأمريكية هي اسمها شبكات الانذار المبكر غير المربوطه بشبكات الصواريخ كل اللي بيعرفوا بالنظام العسكري الامريكي الغربي عموما في موضوع الدفاع الجوي بيعرفوا انه الرادارات التي تعطي الاوامر لشبكات الصواريخ فرديه يعني كل صاروخ راداره معه كل بطاريه رادارة معه وبالتالي تشكيل شبكه واحده منها الاسرائيليين حطوا تكنولوجيا اسرائيليه أسموها القبة الحديدية، دمجوا فيها الباتريوت ومنظومات الحيتس وغيرها، لأنه بالمنظومة الأمريكية لا شيء اسمه قبة، بالمنظومة الروسية ما في إلا القبة أصلاً بمعنى وسع القبة، يعني باعوا اس 400 للأتراك، قادرين إنه شبكة الاس 400 الموجودة بتركيا ما تلاحظه، ما تقرأه في المتوسط، وهذا اللي خلى الأمريكان يجنوا منها، باعوا للهند نفس الأمر، فالصين، الهند، إيران باكستان، تركيا، روسيا كلها مساحه اسيا عموما سوريا اصبحت في مراه وتحت مراه شبكه الرادارات الروسيه. الامريكان معوضين بالاقمار الصناعيه بشكل اساسي وبيعملوا شيء بيسموه شبكات الانذار المبكر اللي طيب ما عندهم اياها كان في العراق. هل تمكنوا من تعطيل الصواريخ الايرانيه؟ يشوفوا ويقروا قد ما بدون. السؤال هو التالي: على المستوى التقني هل يؤثر على قدرة الصواريخ الإيرانية في الوصول إلى أهدافها هذا السؤال طيب عندما قررت إيران وأعلنت بأنها سترد بعد اغتيال القائد قاسم سليمان الأمريكي معه خبر وراداراته شافت مش صحيح يعني أكيد أنها شافت وحاول بآلة الحرب الإلكترونية ليش عم أقول أنا حاول لأنه في سابقة عندما قررت إيران أن تقيم أول مناورة نوعية، السؤال هو هل أن المنظومة الأمريكية التقنية هذه الرادارات وسواها تتمكن من تعطيل الصواريخ الإيرانية ومنعها من الوصول إلى أهدافها؟ هذا هو السؤال. مش السؤال بتشوف والله ما بتشوف. وجوابا على هذا السؤال وما هو ابعد من مساله فقط ظاهره قصف قاعده عين الاسد التي لم يستطع الامريكي ان يؤثر ويشوش في حركه الصواريخ الايرانيه ما جرى في, في ما هو ابعد يعني ما هو ابعد كنت عم بحكي عن المناوره التي نفذتها القوات الحرس الثوري الصاروخيه على ضفاف هرمز وانا سائبت وقتها كنت موجود بايران ويروي لي ضباط الحرس الذين شاركوا في هذه المناوره انهم قرروا ان يكون الاطلاق من مناطق في العمق وان الامام الخامنئي اصر عليهم عندما اطلع على جدول اعمال المناوره بان تكون مرابط الصواريخ على شاطئ هرمز وعندما سالوه عن السبب انه ما هي مناوره قال لاننا نريد ان نختبر اعلى درجات التاثير لمدمرات الحرب الالكترونيه التي وضعها الامريكيون قباله الشاطئ فخلي تكون اعلى مستوى تاثير وخلي نشوف اذا هناك امكانيه للتاثير على حركه الصواريخ اطلاقها بالمبدا لانه بيقدروا يمنعوا الاطلاق اذا دخلوا على الشيفره التحكم بمسارها حرفها عن اهدافها ونفذت المناوره بصوره كامله كما رسم لها وبالتالي المسألة مش هون إذا هذا نوع من الدعاية الإعلامية التي يريد الأمريكي وأنا أجزم بهذا وأؤكد بهذا أنه هني بيعرفوا أنه هذا ما بفت بعضد الإيرانيين لذلك ما يلو إيمي بالحرب النفسية على إيران ما يلو إيمي بالحرب النفسية على قوى المقاومة ممكن على بعض الفئات الشعبية لخيار المقاومة ومحور المقاومة تطرح لديها تساؤلات ممكن لكن قيمته الأساسية دعائية في جمهور الحلفاء المنهارين الذين بدأت أمريكا تتلمس أنهم يعيدون الحسابات شي راية على سوريا وشي على روسيا وشي عم يفتح أوتوستراد مع إيران وتريد أن تقول لهم أنها لا زالت تملك القوة التي كانوا يظنون أنها تملكها وأن الانسحاب من أفغانستان والانكفاء أمام روسيا لا يجوز أن يؤخذ به هي مجرد ظواهر عارضة هم هنا قادرون جاهزون باقون لن يتركوا حلفاءهم طبعا هلأ فيهم اللي من هؤلاء الحلفاء واللي بيفهم من هؤلاء الحلفاء بيعمل خط بياني وبيقرا في الامريكي وين صدق بالتعهدات مين من حلفائه تدخل لحمايته وين عمل معركه من اجل ان يدافع عن حليف حتى الاسرائيلي يقيم الحسابات وهو اول من علق على الانسحاب من افغانستان بان هذا يثير الرعب والذعر في حلفاء امريكا ونحن في طليعتهم هل ان امريكا مستعده لان تقاتل عندما تصبح الحرب هي الخيار الوحيد هذا سؤال وهذا السؤال مطروح على مستوى القيادات الأمريكية وغير الأمريكية هلأ بحرب أوكرانيا شو عم يعملوا الأمريكان أصلا هم يقاتلون حتى آخر أوكراني أنه خذ سلاح وسلاح بصورة لا يورطنا في المواجهة مع الروس يعني السلاح اللي روسيا بتعتبره أنه هذا ممكن أن يشكل خللا وخروجا عن حدود القبول الروسي بيرجعوا بيسحبوه وأخذنا ضمانات من أوكرانيا بأنه ما بتقصف العمق الروسي وإلى آخره وبالتالي هذه الأمريكا تبيع يعني بضاعة كاسدة وكلاما فارغا لحلفائها الذين تشعر بتضعضع درجة انضباطهم والتزامهم ووقوفهم يعني تركيا سعودية مصر الإمارات ولا واحد منهم ملتزم بالعقوبات على روسيا وكل واحد منهم فتح أوتوستراد على حسابه مع روسيا وأمريكا والناتو اللي قاعد فيه أردوغان هو بقلب اجتماعات الناتو يعلن الناتو أن روسيا هي العدو رقم واحد وبيطلع هو من منبر الناتو لما عم يعمل مؤتمر الصحفي تاعه حول فنلندا والسويد وبيسالوه عن العلاقه بروسيا بيحكي عن التوازن نحن لدينا علاقات مع اوكرانيا ومع روسيا ومتمسكون بهذه العلاقات ونامل ان ننجح في مساعي الوساطه وهلا عم نحل مشكله الحبوب والى اخره بمعنى ان الهيبه الامريكيه التي عرفناها من قبل انه مش هي طريقه عمل امريكا امريكا لما قررت الحرب على سوريا وكانت في عز صعود ما تعتقد انها مصادر قوتها جمعت 130 دوله بالامره خلت دوله مثل قطر تقود السعوديه ولم يجرؤ احد ان يقول لها لا اما الان امريكا الهرمه امريكا العاجزه فهي تستجمع اوراقا قديمه وحسابات في الدفاتر القديمه لتظهر بمظهر اخر ما لحقت تروح على المفاوضات بالدوحه حتى بدا الحلفاء الذين كانوا يستعدون للقاء ببايدن في زيارته للسعوديه يتساءلون انه في اتفاق هلا وجاي يبلعنا اياه ويطعمينا الطعم والله في احتمال انه ما يوصلوا لنتيجه، واللي بيقرا المقالات في الصحافه الخليجيه بالكويت وبعمان وبالامارات وبغيرها كثير من الاسئله من هذا النوع. وبالتالي ايران بهذا المعنى من وجهه نظري فعلت تجاه الملف النووي شيئا شبيها بالذي تفعله بيلاروسيا في حركه المواجهه على مستوى اوروبا، في الدخول في فرض الاراده في ما نسميه رميه على حافه الهاويه ايران ذهبت لتقول بدكن الاتفاق بشروطنا وعمره ما يكون الاتفاق. الان الكره في الملعب الاخر، طيب شو عنده الملعب الاخر؟ الحرب هي اسرائيل اللي كانت عم تحكي بالحرب قبل ايام وين هي باي حال اليوم؟ وقديش في جهوزيه امريكيه للاصغاء؟ للكلام الإسرائيلي في ضوء هذا التفكك وهذا التفتت وهذا التشظي السياسي ومين مستعد ينطر إسرائيل لبعد ثلاثة أشهر وأربعة أشهر ما أصلا تشرين تاني موعد الانتخابات حروب المنطقة أو تكون يعني الأرجح أنها رسمت نهاياتها وتبلورت النتائج السياسية الم... العالم ما بيحمل لا أوروبا بتحمل حرب الغاز ولا العالم بيحمل حرب الغذاء ولا أمريكا وأوروبا بيحملوا التضخم والأزمات المالية ولا المنطقة والتناقضات اللي فيها هلا ملف الترسيم اللي ندخل عليه بالموضوع اللبناني طيب بملف الترسيم نحن قدام صورة بتقول انه المقاومة التي قيل الكثير وين المقاومة وليش ما بتعمل شيء المقاومة وليش نايمة على ودنا المقاومة طبعا معمول عن زملائنا في المنتدى اللي كلهم على سوية واحدة وقلب واحد في فهم والإدراك لآلية عمل المقاومة وآلية اتخاذ قراراتها وثقة بقيادتها وبأهليتها وبشجاعتها وبحكمتها لكن في المجتمع السياسي بصورة عامة بعد خطاب سماحة السيد صاروا عم بعدوا له ساعات وين 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 اللي صار عمليا أولا أنه نرسم الحد الأدنى الذي يمكن للبنان أن يقبل به لإسمه 23 وقانا طيب الخطه الامريكيه الاوروبيه الاسرائيليه كما بدت للمقاومه وهذا اكدته هلا التعليقات لبعض الطائرات المسيره هي بيع لبنان جوز فاضي هناك تقدم ايجابي في المسار التفاوضي والامريكي عم يشتغل ولا عم نحكي لكم مع البنك الدولي مشان نحل قصه تمويل الغاز من مصر والكهرباء من الاردن وبالمقابل اسقاط مفهوم المناطق المتنازع عليها شو يعني اسقاط مفهوم المناطق المتنازع عليها انه من 23 وطالع اسرائيل ما بتقرب كاريش برات 23 بكل انحاءه يعني بحر عكا حقول بحر عكا وبالتالي هذا مش مناطق متنازع عليها اذا اسرائيل فيها تنقب وتستخرج وتستثمر وتعمل اللي بدها يعني. اسقاط مفهوم المناطق المتنازع عليها وبدء الاستخراج بالنسبة للمقاومة، نحن عملنا حلقة خاصة عن خطاب سماحة السيد وقتها، وقلنا أنه أهم ما فيه هو أنه وضع منع الاستخراج قبل الترسيم، أنه هذا التفاوض على الترسيم بيحمل وقت إذا منع الاستخراج. إذا لم يمنع الاستخراج لا قيمة لمفاوضات الترسيم وللوعود في مفاوضات الترسيم. الآن الذي فعلته المقاومة بهذه الطائرات المسيرة، بالنسبة لي من وجهة نظري، أولاً أن المقاومة قالت أن تهديدها جدي. وبالتالي ما حدا يمزح ويفكر إنه هي خلصت مهمتها بمجرد إجا هوكشتاين لأنه هو هيك صار إنه المقاومة هددت إجا هوكشتاين تلقى العرض اللبناني وراح وإنه خلص المقاومة خلصت شغلتها. تقول المقاومة أنها حاضرة وموجودة وهي طرف ومعنية وهي تتابع ولها تعليق ولها موقف ولها آلية أداء في التعامل مع كل تطور وتحول في هذا الملف. هذا واحد. اثنين وهذا مهم جدا بالنسبه للاسرائيلي الذي له خبره مع هذه المقاومه، كما للمقاومه خبره معه ولذلك هي تعرف ما يجب ان ترسله له وما يجب ان يفهمه ويقراه ان ملف ترسيم الحدود انتقل من يد القياده السياسيه للمقاومه الى يد القياده الميدانيه طلع الطيارات هي اعلان انه الان الكلمه للقياده الميدانيه لما الكلمه للقياده الميدانيه يعني هذا الملف ما عاد بس ملف سياسي هذا الملف اصبح ملفا عملياتيا وبالتالي على الاسرائيلي ان يتوقع فيه كل شيء كل مثل ما قال سمحت السيد كل الاحتمالات على الطاوله كل الاحتمالات مفتوحه نعم هذا معنى ان القياده الميدانيه الان هي التي تولت هذا الملف عندما امر سمحت السيد المقاومه بالقول ممنوع الاستخراج الباخره يجب ان ترحل، فاذا المقاومه تقول الان انها دخلت القياده الميدانيه. الامر الثالث رد الاعتبار لمفهوم المناطق المتنازع عليها. لبنان قدم عرض صحيح. طالما لم ينجز الاتفاق المناطق المتنازع عليها متنازع عليها. هذا عرض لنوقع هذا عرض لتقولوا موافقين شرفه لننهي. طالما ان هذا لم يتم عم نحكي قانون فإن المناطق المتنازع عليها تبقى مناطق متنازع عليها والإجراءات الأحادية في المناطق المتنازع عليها تعامل بصفتها اعتداء على السيادة الكلام الإسرائيلي عشو طلع يرد طلع يرد على أنه هي مش مناطق متنازع عليها هاي هذا هو الموضوع والجوقة اللبنانية التي تغرد في السرب الإسرائيلي كلها طلعت تحكي ولو من باب المزايدة ايه ما انتم تنازلتوا عن الخط 29 هذا بطل مناطق متنازع عليها حبيبي هذا الموضوع ما له علاقه بانه انا شو مرسم وشو مش مرسم، انا بلغتك انا بلغتك، رئيس جمهوريه بلغك، رئيس جمهورية. رئيس مجلس النواب بلغك، وزير الخارجيه بلغك يا هوكشتاين وقف الاستخراج من كاريش الى ان ينتهي التفاوض، لا مانع لدينا في التفاوض في الوصول الى هذا الخط. هاي هي رسالتنا، هاي الرساله كيف تترجم؟ بالبعد التفاوضي انت رحت عند الاسرائيلي، في البعد الثاني المقامة هي التي ستقول ممنوع الاستخراج وها هي تقول هلا النتيجة الأخرى أيضا المترتبة على هذا أنه طيب هالمرة المسيرات غير مسلحة وثلاث مسيرات خلي هو يقرأ ليش ثلاثة ما واحدة كانت بتكفي والتعليق الإسرائيلي على نوعية المسيرات وسيرها المنخفض القريب إلى سطح البحر له إلى إلو لكن هو يعلم أن هذه المسيرات التي تمكنت من كسر الرادارات واختراقها والوصول إلى نقاط قريبة جدا من الحقول ومن المنصة إذا كانت من نوع أعلى منها لأنه بيعرف أنه هي أدنى مراتب الأنواع الموجودة عند المقاومة في الأجيال التقنية من الطائرات المسيرة وأن الأنواع الأعلى مرتبة لم تنزل إلى الميدان بعد وهو يتحدث عن شيء آخر اليوم عن ياخونت الموجود لدى المقاومة صواريخ الـ 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 الأرض بحر واللي هو بيعتقد بأنه يعني كاسرة للتوازن، طبعا مش جديد الحكي ما هو من زمان أصلا أثناء الحرب على سوريا هم قالوا أنه مثل ما الكورنت الروسي وصل عبر سوريا، اليخونت الروسي وصل عبر سوريا إلى المقاومة وهذا أمر ممكن يكون صار عنده ياخونت وأعلى كمان، وبالتالي أن هذا النوع من الصواريخ البعيد المدى الدقيق الإصابة يمكن أن يطيح بالمنصة بدون المسيرات وبالتالي الآن المعادلة تعود إلى مكان طبعاً بالأثناء وهون في أمر يجب ألا ننساه الأمريكي إجا وقال إنه تهديدات السيد حسن ممكن تطيح بالمفاوضات وبالتالي لتحافظوا على المفاوضات لازم يكون في هدوء وهذا وصل للمقاومة الأوروبي بعت رسائل واضحة إنه حق الكريش يعني حق البحر عكا هو أمن قومي أوروبي لأنه نحن اشترينا الغاز وبالتالي التحرش فيه هو تحرش بالأمن القومي الأوروبي هل هذه الرسائل أدت مفعولها كان يجب على المقاومة أن تقول بأن هذا لم يؤدي إلى نتيجة وأن المقاومة لا تقيم له حسابا وإذا مش عاجبه مستر هوكشتاين بيقولوا اسمه هوكشتاين هو يعني عموس هوكشتاين هذا اسمه أنا هيك عم بكتبه على كل حال من لما تعرفت على اسمه الحقيقي بالعبري وبالتالي ما عاجبه يوقف وسط يقول بطلنا هو من اليوم اللي بيقول بطلنا معناتها المنصة وحق الكريش أصبحت أهدافا مشروعة للمقاومة وبالتالي عليهم أن يختاروا مثل ما عم نحكي عن إيران نفس الشيء مش عاجبها أمريكا تطلع من المفاوضات وتقول ما عاد بدنا مفاوضات وأغلقنا باب التفاوض وانتهينا وكذلك الأمر وكذلك الامر مش عاجبهن الامريكان والاسرائيليين والاوروبيين يوقفوا تفاوض على الثروات البحريه لانه موضوع التسامح مع مساله الاستخراج غير قابل للبحث على الاطلاق كما هي المطالب الايرانيه في موضوع العوده للاتفاق النووي لذلك انا استخدمت تعبير في العنوان انه نحن امام رميات امام نقلات بلعبه الشطرنج اذا بدنا نستعمل هذا التوصيف على حافة الهاوية هل هذا يعني أننا نقترب من لحظة الحرب؟ طبعا أنا في مرات كثير كنت أقول أنه بالمنطق ما في حرب بالمنطق أي حساب لموازين القوى أي قراءة لما بين أيدي محور المواجهة للهيمنة الأمريكية ومحور المقاومة يعني محور المواجهة عم بحكي روسيا وبيلاروسيا في المواجهه مع الناتو ومحور المقاومه في المواجهه مع اسرائيل والحضور الامريكي في المنطقه اي حدا بيعمل حسابات صحيحه بيعمل حساب للمصالح بيعمل حساب للمخاطر بيعمل حساب للخسائر والارباح ما بيعمل تصعيد باتجاه الحرب حتى لو كانت المطالب قاسيه وصعبه والتنازل امامها مكلف بيبحث عن وسائل للتاقلم للتساكن للتهرب لشراء الوقت لكن لا يدخل مواجهه لكن عم تبلش تبين عنا ظواهر وحكينا عنها في فترة ماضية هذه الظواهر تقول أنه أولاً نحن لسنا أمام قيادات عاقلة يعني تقيم الحسابات الدقيقة اثنين أنه بقلب اللوبيات الصانعة للقرارات التطرف والهوس والمكابرة والعنجهية باتت لها يد طولة تؤثر أيديولوجياً مش بالحسابات عقائديا تاخذ الامور الى التصعيد والمواجهه وليس بحساب الربح والخساره بل ان البعض بدا يتحدث او يروج لنظريه قد تكون المواجهه مدخل لتسويه افضل من اي تسويه يمكن الوصول لها وبالتالي بمعنى انه الان اي شيء بدك تقدمه سيرصد بصفته انكسارا اسرائيليا اي شيء بدك تقدمه امريكا انكسار امريكي امام ايران أي شيء بده يقدم الناتو لروسيا انكسار للناتو أمام روسيا بينما إذا وقعت المنازلة كأي حرب عالمية كأي حرب إقليمية فبالتالي لن تنتهي برابح حاسم وخاسر حاسم الذي يجعل التردد قائما في الذهاب إلى الحرب لمن هذا النوع واللي أنا برأيي لولا هذا العامل لذهبوا إليها سواء مع روسيا أو مع إيران أو مع قوى المقاومة هم مشكلتهم أنهم يدركون أن المواجهة الشاملة لديهم خاصرة رخوة فيها هي مستقبل وجود الكيان بكل الأماكن الحرب لن تكسر كل القوة الأمريكية ما حدا رح يفوت على أمريكا ويحتل ويرفع الراية البيضاء هذا زمن حروب نابليون خلص نحن أمام نمط آخر من الحروب جولة حرب تقليدية بدون ما تصير نووية بدها تؤدي إلى وقف إطلاق نار وفتح باب التفاوض مع إيران مع روسيا وين ما كان القلق المرعب بالنسبة للأمريكي هو ماذا سيحدث لإسرائيل في مثل هذه المواجهات إذا دخلت قوى المقاومة إلى داخل فلسطين وهم دائما يقولون هذا أنه هذا حزب الله إذا فات على الجليل من بيطلعه واذا فات على الجليل ووراه دخلت الجماعات الفلسطينيه المسلحه من المخيمات وسلمها هذه المناطق وقال السلام عليكم ولو نظريا يعني بقي عمليا ولكن قالوا ان احنا ما عدنا موجودين الان فلسطينيين يقاتلون دفاعا عن اراضيهم شو بتعمل اسرائيل امام هذا الوضع اذا سقط خط الدفاع الاول والثاني والثالث والمسيرات بالاجواء والصواريخ بالاجواء من كل الاتجاهات ما الذي سيكون عليه حال الكيان وإذا خسر الكيان كوجود كل التسويات الأخرى اللي ممكن أنه تنعمل بالنسبة للأمريكي يعني بلا قيمة الحفاظ على الكيان بحد ذاته مهمة وأنا ما عم بحكي كلام شعر لأنه هون إذا انهارت الأمور وبكل الجبهات ما في مرابح وازنة يعني أنت إيران مع الأمريكي شو الربح الوازن اللي بدأت تعمله الربح الوازن هو أن تصب جام غضبها وصواريخها باتجاه المنشآت الحيوية للكيان اليمن بدل ما يروح يخصف على السعودية وعلى أبو ظبي وعلى هذا وإسلاع عربي يدمر بنية عربية خليه يروح على إسرائيل إذا أتيحت هذه الفرصة هذه اللحظة حتى العراق قوى الحشد والمقاومة في العراق بدل ما تستهدف القوات الأمريكية راح تلاقوها نازلة بصواريخها على منشآت الكيان وبالتالي القراءة تقول أنه بهذا المحور فيه ضابط إيقاع في مايسترو يعرف جيدا المعادله يعرف انه اذا اسقط الكيان سقطت وتداعت وتدحرجت رؤوس كثيره في المنطقه تغيرت كل معادلات الداخل حتى في دول المنطقه وتوازناتها السياسيه الداخليه فنكون نعطيه الفرصه لا ضمانه بان لا تذهب الامور بهذا الاتجاه طيب اذا الخشيه من هذا تلجم التفكير بالذهاب الى المواجهه وبالمقابل العجز عن تحمل الأعباء المترتبة على التسويات تلجم الذهاب باتجاه التسوية فنحن وين منصير؟ منصير بالمنطقة الثالثة المنطقة الثالثة اللي هي التأرجح الذي يمكن لأي حدث غير محسوب أن يؤدي للانزلاق للحرب لأن الحرب تقع إما نتيجة حسابات دقيقة بروح طرف حرب وبربحها هيك كانت تصير الحروب التي تنتهي بانتصارات يعني الطرف المتفوق يدرك تفوقه والطرف الضعيف يدرك ضعفه الحالة الثانية لما بيكون كل من الطرفين يظن أنه الأقوى وأن الآخر هو الأضعف الحرب هي التي تقول كلمة الفصل الحالة الثالثة هي عندما لا يكون هناك قرار حرب لكن يكون هناك عجز عن صناعة تسوية وفي هذه الحالة أي اشتباك أي لحظة تصادم حتى لو محسوبة حتى لو مدروسه يعني خلي نفترض انه بعد هاي الاسرائيلي رد على المسيرات خلي نفترض هيك عمل غاره على منطقه مفتوحه ما صاب فيها شيء ولكن ارسل رساله المقاومه لن تسكت وسترد طيب اذا بلحظه هل هالضربه نزلت في مكان انت لا تعلم انه مهم وحساس وقعت فيه خساره لا يمكن تحملها درجة الرد بدها تجي أعلى وهذا هو اللي اسمه الانزلاق إلى الحرب وهذا ممكن أن يحدث هلا ستولينبيرغ عم بيحكي عم بيقول انه روسيا تهديد استراتيجي لنا والتحولات الجاريه في الدومباس خطيره وخطيره جدا ولذلك يجب ان نحتفظ بقنوات الاتصال مع روسيا منعا لان يؤدي اي سوء تفاهم الى الانزلاق الى حرب بين محور المقاومه واسرائيل ما في قنوات اتصال وبالتالي إمكانية الانزلاق تبقى قائمة أمام أي تطور أي تدهور في دقة القراءة لطبيعة الأهداف أنه هلأ بيطلعوا بيقولوا العملية على طرطوس استهدفت مدري شو كذا هي مزرعة الدجاج لكن افترض أنهم أصابوا أنهم قتلوا ما عاد في إمكانية للأمور تمر كما كانت تمر في الماضي خاصة إذا كنا في دائرة نضج الأمور نحو لحظة المواجهة بمعنى انه نحن في مواجهه اذا نضجت ظروف الحرب الكبرى، نضجت معها الاستعدادات لهذه المنازله، انت بتصير تاخذ اي حدث ذريعه للتصعيد، مثل ما عدوك عم يعمل. وبالتالي ما بعرف مين اللي معلق لي على موضوع انه اليمن عم بدافع عن، نحن ما عم نحكي عن هذا الموضوع، بالعكس اليمن له على كل محور المقاومة أفضال كبيرة في كل موازين القوى الجديدة نحن عم نحكي أنه اليمن بدل ما يبل إيده بأهداف سعودية وإماراتية لما له المعركة مع إسرائيل سيرمي ناره باتجاه الكيان ومنشآت الكيان على كل حال إن شاء الله نصير نفهم على بعضنا يعني مش نروح نناقش كأنه يعدين بحوار طرشان إذا قلنا سوريا التي تتأخر بيطلع واحد بيكتب لي وسوريا العروبة والصمود أنا بدي محاضرة عن سوريا العروبة والصمود لأفهم لا يعني. لا نحن عم نحكي في سياق التحليل وفي سياق الإضاءة على الاتجاهات من موقع ندرك معنى موقع سوريا وموقع العراق وموقع اليمن وموقع فلسطين وموقع لبنان وموقع إيران ولكن نحاول أن نقرأ الاتجاهات بالعقل السياسي لحتى نبني عليها الرؤى ونبني عليها التصورات وفي هذا ما اريد قوله في الختام انه نحن على ابواب وتيره متسارعه للتطورات هل المتسارعه قد تجعلنا يعني كل اسبوع امام كميه احداث ساخنه وعاليه الوتيره بل من الممكن انه نوصل يمكن بشهر اب نلاقي حالنا انه كل يومين ثلاثه في حدث كبير وبالتالي قد نكون باتجاه سواء نحو التسويات او ام نحو المواجهات لان المنطقه على مرجل تغلي مفتوحه الابواب فيها للمفاجات درجه الاستنفار والتوتر والاحداث الكبرى عاليه في العالم الصوره مشابهه وبالتالي يعني قد اغامر واقول ان الوقت المتبقي من هنا حتى نهايه العام سيرسم مستقبل العالم والمنطقه وتوازنات المواجهه مع كيان الاحتلال سلام القدس لكم وعليكم دائما وابدا لحظات وننتقل الى المنتدى ونفتح باب الحوار